بعد الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناتي. إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال، بصحة جيدة إن شاء الله. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد ووصفة تتناسب مع هذا الفصل، هي وصفة الإيسكيمو. هذا الآيس كريم ولا الإيسكيمو اللي راح نديره اليوم سهل، ما هالمقادير سهلة وبسيطة، وهذا المقادير قليلة، ما فيش مقادير بزاف، ويخرج لنا كيما تاع المحلات، الذوق تاع المحلات، وفي نفس الوقت فرحوا به العائلة، خاصة في هذه الأيام درجة الحرارة مرتفعة بزاف، وكامل الحوس على هذه الوصفات، نحوس على الوصفات الباردة. إذا جبت لكم هذه الوصفة السهلة مهلة كما قلت لكم. راح نبدأ على بركة الله. عندنا كاس تاع بودرة شونتي، عندنا كاس تاع حليب بارد، بارد نقول بارد، تخرجوه في الفريجيدير قريب يتقلاصا. عندنا 3 ملاعق نتاع فلو نتاع الفانيليا، نتاع الفانيليا هنايا يسموه بودينغ، البودينغ. اذا 3 ملاعق نتاع فلون نتاع الفانيليا. بالنسبه للذوق يختلف كل وحده، وكيف تبغي تحضره تقدري تحضريه بالذوق نتاع الفراوله، الفلون نتاع الفراوله. اذا نخلطو، نجيبو الباتور ونخلطو هكذا ذي المكونات، بصح ما نطلعوش الشونتي تاعنا مليح، نخلوها بهذا القوام درك تشوفوه. هذا هو القوام تاع الايس كريم تاعنا ولا الايسكيمو، كاين اللي يقولوا لهم ليزيسكيمو، كل واحد كيف يسميهم ليزيسكيمو. هنايا راح نضيف عليهم شويه نتاع الكراميل، هذه المرحله هنا اختياريه، تقدروا تضيفوها تقدروا ما تضيفوش، تخلوا غير الذوق نتاع الفلو نتاع الفانيليا. اذا هنا نخلط هذوك القطرات تاع الكراميل اللي درتهم مع ذاك الخليط. وبالنسبة لهذا الايس كريم ولا لهذا الايسكيمو ما نحتاج فيه لا قوالب لا والو. عندنا كيما نقولو حنايا كؤوس الورقية. بالنسبة هي من الاحسن ديرو الكؤوس الصغيرة هذيك، انا كانت عند كانت عندي متوفرة، هذه متوسطة تجي شوية كبيرة، ولكن ما راحش نعمرهم حتى للفوق. اذا جبت الكؤوس الورقية كما راكم تشوفوا، ما تحتاجوش القوالب ولا شحال من مقادير. شحال المقادير عندنا؟ بودرة الشونتي، كاس حليب، و3 ملاعق نتاع الفلو فقط. مقادير سهلة وبسيطة ومشي بزاف. كيما هذيك القطرة تاع الكراميل تقدروا تضيفوهم تقدروا ما تضيفوهمش. اذا هنا عمرت الخليط تاعي هذاك في كيس بلاستيك، انا ما كانش عندي هذاك الكيس، الاكياس اللي نشروهم تاع الكريمة، درت في كيس بلاستيكي عادي وفرغت هكذا في هذا الكؤوس الورقية، وراح نحاول نهزهم نخبطهم هكذا على نخبط القاع تاعهم باه تهبط لي هذيك الكريمة بهذا الشكل. وكانوا عندي انايا اعواد خشبية تاع الايسكيمو، اذا هنايا راني نسكن في السطح تاعهم شويه بيهبط لنا ذاك الخليط. بعد ما نكمل قلت لكم كانوا عندي اعواد خشبيه ولا هذوك الاعواد نتاع الايسكيمو، راح ندير في كل واحد هكذا في الوسط عود خشبي. راهم يتباعوا البنات، كاين هذوك الطوال وكاين اللي هذا بهذا الشكل. نحاول نسقم هكذا ذيك الكريمه وندخلهم للثلاجه، نخلوهم من 4 سوايع حتى ل5 سوايع، المهم قيس ما يتجمدوكم وتعرفوهم باللي خلاص العجينه الكريمه تاعكم عفوا ما راحش كي تنحوا الكؤوس راح تذوب لكم ولا تهبط لكم.
اذا وهنايا كنت ذوبت الشوكولاته البنات وزدت لها ملعقه نتاع الزيت، وراح نغطس هذا الايس كريم تاعي في هذا الشوكولاته، درتها في هذا الكاس باه يجيني موالم كي ندخل الحبات. بالنسبه للشوكولاته ما ديروهاش سخونه بزاف، خلوها شويه تقعد شويه تدفى وديروها. انايا هنا خليتها وقت بزاف على هذيك الحبه، رفدت لي الشوكولاته بزاف ودات لي كميه كبيره وما جات السطح تاعها مستوي كيما نقولوا حنايا، كي تكون سايحه شويه يكون السطح مستوي تاع هذا الاسكيمو. بصح هنايا كي شغل جات شويه فيها تكتلات، نتوما خلوا الشوكولاته تاعكم غير شويه تدفى وديروها، ما تخلوهاش وقتك بزاف كيما انايا جمدت لي الشوكولاته. اذا مباشره بعد ما تطلوهم كيما هكذا تدخلوهم في الشوكولاته هما بسرعه راح يتجمدوا معكم، لخاطرش الايس كريم تاعنا راهو جامد وراهو بارد، هو يبرد لنا الشوكولاته وتنشف معانا. نكمل انا الايس كريم هذا ولا هذا الاسكيمو بهذا الشكل، ان شاء الله البنات في فرص اخرى راح نديروا اذواق اخرى وراح نديروا اشكال اخرى نتاع الايس كريم. اذا شوفوا البنات بسهوله يتنحاولنا من الاول من الكؤوس الورقيه، فقط خلوهم غير شويه هكا وقت قصير ولا وقت قليل هما يتنحوا معكم بسهوله. اذا شوفوا البنات الشوكولاته تاعي كي كانت خليتها بردت بزاف، شوفوا كيف راهي دارت هذوك التكتلات. بصح صح صدقوني البنات الذوق تاعو خرج روعه كيما تاع المحلات، ما تفرقوش بينه وبين تاع المحلات. بعد ما كملت غلفت الايس كريم هذاك تاعي حطيته هكذا في صحن كنت حطيت فيه ورق الطهي باه ما يلصقوناش من بعد، ونحطهم في الثلاجة يبردوا لنا مليح ونعاودوا نخرجوهم وبالصحة ان شاء الله للعائلة، نقدموهم وفرحوا بهم العائلة. ومن بعد راح تشوفوهم في صحن التقديم بعد ما يبردوا معنا الايسكيمو هذا ولا الايس كريم هذا، راح نديه للثلاجة. هذا هو الايسكيمو تاعنا بعد ما بردوا هذوك القوالب كيما راكم تشوفوا نتاع الايسكيمو، خرج لنا هاي شوفوا جبدت لنا هذيك الشوكولاته. فقط انايا قلت لكم ما تخلوهاش تبرد معاكم بزاف بزاف، خلوها تقعد دافيه يعني سايحه مشي تجمد معاكم. هذا هو الشكل تاعو النهائي، نتمنى تنال اعجابكم هذه الوصفه وتجربوها البنات لخاطرش ما فيهاش مقادير بزاف، مقادير قليله. وبالنسبه للمقادير اللي كانوا افراد العائله بزاف تقدروا تضعفوا المقادير وديروا كميه كبيره. هذا هو الشكل تاعهم النهائي، وهذا هما هذه وصفتنا لنهار اليوم. فرحوا بها العائلة وخاصة الأطفال يموتوا على هذا الصوالح. وبما أنه كما تعرفوا الأسعار راهي مرتفعة، وحتى إسكيمو أسعار تاعو راهي مرتفعة، حضريه في البيت وفرحي به العائلة تاعك، ولما لا حتى الضيوف فاجئيهم بهذه الوصفة. نتمنى تنال إعجابكم الوصفة تاع اليوم وتجربوها، ما تخسروا والو، مقادير بسيطة وما تحتاجوا فيها لا قوالب لا حتى حاجة غير أو بالكؤوس الورقية. حضروا إسكيمو من أروع ما يكون، على بالي بلي ما راحش تستغناو على الوصفة. ورايحين إن شاء الله في الأيام المقبلة نحضروا الآيس كريم بأذواق أخرى إن شاء الله، بالذوق تاع الشوكولاتة والذوق تاع الفراولة إن شاء الله. هذا هما الشكل تاعهم النهائي، ما تخافوا معكم ما تسيح معكم هذه الكريمة اللي درناها في الوسط، ما الشوكولاتة مذوب معكم يقعد محافظ على الشكل تاعو كيما تاع برا اللي نشروه من برا.
اذا هنايا راح تشوفوه كيفاه جاء من داخل هذاك الاسكيمو، راح نحاول نقرب لكم هنايا الحبه كيف خرجت. خرج روعه البنات، غير ما تراضوش وجربوه في هذه السخانة، بردوا به القلب هذا الإسكيمو. إذا هذا هو بعد ما قسمت لكم الحبة من الداخل، تشوفوا كي ما تاع برا خرج روعة، بالإضافة للبنة تاعو ما تأمنوش. إن شاء الله تجربوه بصحتكم البنات وبصحة العائلة. وإلا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسونيش باللايكات والتعليقات تاعكم المحفزة، وبرتجوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء. نتلاقاو في وصفة أخرى مع فيديو آخر إن شاء الله. تهلاو في روحتكم، سلام.